بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا اخ نيو كوني يو كين دانغ فاليو غار ني فيديو بي كوي خاي اسفيني يغو ولا ياخري انغا سانغانتي اندو اسك كينغا دينانغا ادغانتي نين ولا ام دغا يو اسونا ترينغا عربان خاني نين مي ادا اوري سفا فرانسينغا ان شاء الله الله غنا كاني ودو قصودا يو كياني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول السائل: ما الحكم في تجويز ما يسمى بالعادة السرية عند الظروف؟ وهل ثبت عن الإمام أحمد قول مثل هذا؟ نحن في زمن العجائب، وفي زمن استفتاء المشهورين، لا الفقهاء والعلماء، وقد أصبحنا نسمع فتاوى لا تبنى على أصل شرعي ولا توزن بميزان شرعي، ومن ذلك تجويز العادة السرية بأن يخرج الرجل أو المرأة الماء، ماء الشهوة، بفعله بيده أو بغير ذلك. ونسبوا إلى الإمام أحمد كلاماً لم يقله. العادة السرية حرام، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سبحان الله، انظروا إلى هذا السياج: والذين هم لفروجهم حافظون، فجعل الله الأصل في المؤمن أنه يحفظ فرجه، إلا على أزواجهم الزوجة أو ما ملكت أيمانهم الأمة فإنهم غير ملومين في هذا الفعل. فهل اليد زوجة ولا أمة حتى يقولوا إنها جائزة؟ فمن ابتغى وراء ذلك، من طلب الشهوة بما وراء ذلك بغير الزوجة والأمة، فأولئك هم العادون. وصفهم الله بأنهم عادون معتدون. والذي يخرج الماء بطريقة العادة السرية هو معتد وداخل في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فإن لم يستطع عليه بيده، قال فإن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم، ذكر العلماء حالة واحدة، هي حالة تعارض المفاسد، فيرتكب الأخف، وذلك فيما إذا تهيأ له الزنا وتاقت نفسه إليه ورأى أنه مندفع وعلم أنه لا يسكن شهوته إلا أن يفعل هذه العادة، فهنا تكون عند أهل العلم من باب تزاحم مفسدتين، من باب تزاحم مفسدتين، فيرتكب الأدنى لدفع الأعلى. رجل تهيأت له امرأة والعياذ بالله، مغترب تهيأت له امرأة واشتدت شهوته، بدأ يرى في نفسه اندفاعا إلى الأمر، وعلم أن الأمر جلل، فأراد إضعاف شهوته لأنه ما وجد طريقة إلا هذا، فهذا جائز من باب ارتكاب أخف المفسدتين. وما عدا هذا من الكلام فلا محل له في الشرع. يوكي يعني نسمنا
awa ketanke akura asudanga nanti nancanga tandu ma jinga mbaganga silama khunga arkaba kenga aharamuntenyan alla ayenga arukoye nanti kemper gulle sire kani akati tele sire ndanga anna ngulnyate ti fini filia anyaqe wala yahare ankina wala kha komo yahare fega makanga ankite ngir mara yo kian kha agir kemputuke anti tele annan changatankane mangirji mbagandi duya kudo anna khanwi mbugudu kem siro yo ona munyi ona cheberi ona alla nyagalla na noyenya kiam posu wala gana khairnya wala gana أجل كرو حمي كجار الله غنى استوى الله غنى لغري موسى كيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.